دوري أبطال أوروبا، الدوري الأجمل والأمتع والأكثر تشويقاً، يعود هذا الأسبوع مع بداية الدور ربع النهائي، الدور الذي يجمع أفضل 8 أندية في أوروبا هذا الموسم، ينطلق تحت ترقب متابعي الكرة. ننطلق معكم اليوم لنتكلم عن لقاءي يوم الثلاثاء، واللذان يجمعان أو أحدهما قمة القمم بين ليفربول وريال مدريد، واللقاء الثاني بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند. نعود بعد الفاصل لنتكلم عن حيثيات وما يسبق اللقاءين والتوقعات. أما أنتم أحبتي لا تنسوا الاشتراك معنا على القناة وتفعيل الجرس حتى يأتيكم جديد قناتنا، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي، بداية بلقاء ريال مدريد في مواجهة ليفربول. آخر 10 سنوات ريال مدريد فاز بأربع ألقاب دوري أبطال أوروبا، بينما فريق ليفربول وصل مرتين للنهائي، فاز بلقب وخسر نهائي آخر أمام فريق ريال مدريد. ريال مدريد كما تعلمون جميعا أنه فاز في آخر 3 لقاءات أمام ليفربول في كل المنافسات، حيث فاز آخر مرة سنة 2018 في دوري أبطال أوروبا ب3 أهداف لهدف. كذلك كما تعلمون أن نسبة فوز ريال مدريد على ليفربول 60%، بينما ليفربول لم يفز سوى 40%، ولم يعرف أي لقاء جمع بينهما التعادل. إحصائية ليفربول، ليفربول هجوميا هذا الموسم ضعيف في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسجل أكثر من 2.5 هدف في اللقاء في 11 لقاء من آخر 12 لقاء. على العكس من ذلك دفاعيا ليفربول مميز جدا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث عرفت شباكه النظافة 7 مرات من آخر 9 لقاءات. أما فيما يخص ريال مدريد فقد فاز في 5 لقاءات من آخر 6 لقاءات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكما قلنا لكم ريال مدريد فاز في آخر 3 مواجهات جمعته مع ليفربول. إذن ليفربول يريد أن يخرج من الضيق ومن المشاكل التي يعيشها في الدوري الإنجليزي والتراجع الرهيب في المستوى والنتائج والترتيب. ريال مدريد عاد بقوة آخر الجولات بعدما كان متأخرا عن أتلتيكو مدريد، تعثرات أتلتيكو مدريد وفوز ريال مدريد جعله يقترب من الصدارة، وسيواجه برشلونة بين لقاءي ليفربول للظفر بصدارة الدوري الإسباني حالما تعثر أتلتيكو مدريد مرة أخرى. إذن هو لقاء بالنسبة للفريقين هو إثبات النفس أوروبيا والعودة إلى النتائج الطيبة وتحسين الصورة لجمهوريهما اللذان فقد الثقة فيهما مؤخرا بسبب تراجع مستوى الفني للفريقين. ريال مدريد وحسب موقعه سكورت سيدخل غدا بالتشكيلة التالية: كورتوا في حراسة المرمى، في الدفاع كل من فاران وناتشو الذي يعوض راموس الغائب، ظاهرين سنشاهد كل من فاسكيز وميندي، في الوسط الثلاثي المحتاج كاسيميرو كروس ومودريتش، وفي الهجوم نشاهد على الجناحين أسونسيو الذي تألق في المباراة الماضية ضد أيبار وكذلك جونيور فينيسيوس، بينما المهاجم هو نجم ريال مدريد الأوحد هذا الموسم وهو كريم بنزيما. سيغيب عن تشكيلة ريال مدريد بسبب الإصابة كل من كارفاخال راموس أزار وكذلك فالفيردي، إذن إصابات مؤثرة ومؤثرة جدا. في الناحية الأخرى فريق ليفربول ودائما حسب موقع سكورت سيدخل بالتشكيلة التالية: في حارس المرمى أليسون، في الدفاع كاباك وفيليبس، الظاهرين المحتدين أرنولد وكذلك روبرتسون، في الوسط سنشاهد كل من فابينيو وكذلك فينالدوم وتياغو ألكانتارا، في الهجوم الثلاثي صلاح ماني وكذلك غوتا مكان فيرمينو. غيابات ليفربول في هذا اللقاء هي ماتيب، فان دايك، أندرسون، غوميز وأوريجي. ليفربول كما قلنا سيدخل هذا اللقاء متسلحا بفوزه الأخير على أرسنال في ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة، وكذلك عودة نجمه صلاح للتوهج مرة أخرى بعدما غاب عن التهديف مطولا. ليفربول كما تعلمون هذا الموسم التأهل إلى دوري الأبطال عبر الدوري الإنجليزي يعتبر أمرا صعبا، إذ يتنافس كل من تشيلسي، ليفربول، ويستهام وكذلك توتنهام وحتى إيفرتون على مركز واحد لدوري أبطال أوروبا، فلا مفر لليفربول للعب دوري أبطال الموسم المقبل إلا الفوز بهذه النسخة.
ريال مدريد لن يكون لقمة سائغة. ريال مدريد كلنا نعرف الشخصية الأوروبية الكبيرة التي يتمتع بها، فمهما كان مستواه منخفضا إلا أنه يظهر بشكل جيد جدا في أوروبا. تشعر وأن الفريق يلعب باقتصاد كبير جدا، تشعر وأن الفريق يعرف ما يريده ويعرف كيف يلدغ خصمه من حيث لا يحتسب. إذن المواجهة ستكون واعدة وواعدة جدا. ريال مدريد عليه أن يسجل نتيجة طيبة وممتازة، لأنه سيواجه فريق برشلونة في كلاسيكو الدور الإسباني الذي سيكون هذه المرة ممتعا جدا، ويكون كذلك حاسما جدا، لأنه سيحسم بدرجة كبيرة من سيتصدر الدوري الإسباني في حال ما إذا تعثر أتلتيكو مدريد هذا الموسم، وما أكثر تعثرته. ليفربول وريال مدريد مواجهة ممتعة جدا، لا تضيعها، وأكيد أن المستفيد الأكبر هم المشجعين الحياديين. المباراة الثانية هي الأخرى تعد بالكثير، مواجهة ألمانية إنجليزية، رغم أن الكفة بطبيعة الحال ستكون لصالح مانشستر سيتي. مانشستر سيتي الذي أكل الأخضر واليابس في إنجلترا، لم يترك أي متنفس للأندية الأخرى، وتبقى له الآن دوري أبطال أوروبا حتى يتجاوز دور ربع النهائي. هذا الدور يعتبر كابوس بالنسبة لبيب غوارديولا، فمنذ تدريبه مانشستر سيتي دائما يخفق في هذا الدور، فمرة أمام موناكو، ومرة أمام ليون، ومرة أمام توتنهام، ومرة أخرى أمام ليفربول. فهل يتمكن مانشستر سيتي هذه المرة في تجاوز هذا الدور؟ كما تعلمون أفضل نتيجة لمانشستر سيتي آخر 10 سنوات هو وصوله لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في آخر موسم لبيليغريني قبل قدوم بيب غوارديولا. أما أفضل إنجاز لفريق بوروسيا دورتموند آخر 10 سنوات هو الوصول إلى دور النهائي وخسارته في النهائي الشهير أمام بايرن ميونخ سنة 2013. فيما يخص إحصاءات مواجهة الفريقين، بوروسيا دورتموند متفوق تاريخيا على مانشستر سيتي بنسبة 60%، بينما فريق مانشستر سيتي فاز بنسبة 20%، عرف التعادل 20% من مواجهتهما كما ترون في الصورة. فيما يخص أرقام الفريقين قبل المواجهة المرتقبة، فمانشستر سيتي حافظ على نظافة شباكه آخر 7 لقاءات، سجل أكثر من هدفين آخر 3 لقاءات، فاز ب7 لقاءات من آخر 8 لقاءات. مانشستر سيتي أنهى الشوط الأول متفوقا، وكذلك أنهى المباراة في 5 مباريات من آخر 7 لقاءات. بوروسيا دورتموند عنده معدل تهديف كبير جدا، فقد سجل أكثر من 2.5 هدف في اللقاء في 5 لقاءات آخر 6 لقاءات. كذلك بوروسيا دورتموند لم ينهزم آخر 7 لقاءات، وسجل هدفين في 6 لقاءات من آخر 6 مباريات. بوروسيا دورتموند تفوق تفوق كاسح، وفاز بكل لقاءاته الخمس في آخر 5 مواجهات بين الفريقين، أي بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي. إذن الأرقام تميل لفريق بوروسيا دورتموند، بينما المستوى الفني الحالي يميل بدرجة كبيرة لمانشستر سيتي، فمن ستكون الغلبة يا ترى؟ آخر لقاء جمع بين الفريقين كان سنة 2018 في دوري الأبطال الودي الذي يجرى صيفا، وحيث فاز بوروسيا دورتموند بهدف مقابل 0. التشكيلة المتوقعة للفريقين يوم غد، فحسب موقع هوسكورت، مانشستر سيتي سيدخل غدا بالتشكيلة التالية: إيدرسون في حراسة المرمى، في الدفاع كل من إندياز وستونز، الظاهرين كانسيلو وزيتشينكو، في الوسط وهو الوسط المحتاج رودريغو، دي بروين وغوندوغان، في الهجوم هنا ستكون المفاجأة حسب الموقع، حيث سيكون ستيرلينغ مهاجم وهمي، والظاهرين سنشاهد كل من فودين وكذلك برناردو سيلفا. مانشستر سيتي لا تعرف تشكيلته أي غياب، بينما تشكيلة فريق بوروسيا دورتموند بقيادة مدربه الشاب تيرسيك ستكون على النحو التالي: هيدز في حراسة المرمى، في الدفاع كل من هوميلز وأكانجي، الظاهرين إمريكان وكذلك غيريرو، في الوسط ديلايني، وأمامهم الرباعي الهجومي أزار، رويس، كذلك بيلينغهام وداود. أما الهجوم سيكون للسفاح الشاب هالاند. إذن غيابات كثيرة وكثيرة جدا في صفوف بوروسيا دورتموند، تتمثل في سانشو، كذلك فيتسر، وشميتزر، وموكوكو الشاب. إذن كما شاهدتم أحبتي، تشكيلة ناقصة لفريق بوروسيا دورتموند، بينما بيب غوارديولا قد يتفلسف مرة أخرى في هذا الدور ويلعب بمهاجم وهمي قد يعيق هجوم فريق مانشستر سيتي. غوارديولا عودنا في هذه الأدوار خاصة في دور ربع النهائي، يخلط في تشكيلته ويعبث بتشكيلته فتكون النتيجة قاسية. هل سيكون الأمر كذلك؟ يعني أفضل لاعب في الفريق حاليا، أو من بين أفضل اللاعبين حاليا،
رياض محرز يعني تجلسه في الدكه، نحن نتكلم حسب توقعات وسكور بطبيعه الحال. ففي غوارديولا كلكم تعلمون انه لا احد يعرف ما يخمن به، حتى هو يمكن الان حاليا لا يعرف التشكيله التي سيدخل بها غدا، ولكن ان تدخل بمهاجم وهمي هو ستيرلينغ وكلكم تعرفون مدى فشل ستيرلينغ كحسم امام المرمى، كذلك فودين على الجناح ليس ذلك اللاعب الذي يلعب كمهاجم ثاني او مهاجم خلف كذلك فودين شاهدنا انه امام ليون الموسم الماضي لم يقدم ذلك الدور الذي كان مرجوا منه، وبرناردو سيلفا بطبيعه الحال لن يقدم ولو نصف ما يقدمه محرز هذا الموسم، فهل سيدخل بيب غوارديولا باسلحه هجوميه كامله ام سيتفلسف مره اخرى؟ كذلك لا ننسى امر مهم جدا، اذا فريق بوروسيا دورتموند ينتهي ويفشل عندما يلعب تحت الضغط، بينما تكون خطورته عندما يسلم لك الكرة ينتظر في الخلف، يضع لك البلوك في الخلف، ثم ينطلق في هجماته المرتدة الخطيرة جدا بقيادة كل من غيريرو وكذلك رويس وبطبيعة الحال أزار وفي المقدمة السم اللاذع ألاند. ألاند لن يرحم مانشستر سيتي في المساحات التي يتركها المدافعون خلف ظهورهم، لذلك على مانشستر سيتي ان يكون حذرا، على مانشستر سيتي ان يكون حاسما امام المرمى، فبروسيا دورتموند حالما توفرت له هجمات المرتده ستكون قاسيه جدا على فريق مانشستر سيتي، قد لا تختلف عن تلك التي تعرض لها يوم خرج من موناكو، ان مانشستر سيتي سجل 5 اهداف واستقبل 5 اهداف. على بيب غوارديولا ان يكون رزينا، ان يكون متزنا، ان يبتعد عن العبث بتشكيلته في مثل هذه المرحله الحاسمه حتى يستطيع تجاوز النقطه السوداء للسيتي منذ قدومه وهي ربع النهائي. كذلك امر مهم اخر هو بوروسيا دورتموند ليس لديه ما يخسره، فهو يلعب بعيدا عن الضغوط، وبوروسيا دورتموند لن يلعب دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بنسبه كبيره جدا بعد خسارته المباراه الماضيه امام فرانكفورت. كذلك المشكل الذي قد يتعرض له فريق بوروسيا دورتموند وهو مرور هالاند تحت ضغط نفسي رهيب بسبب الاخبار الوارده حول موسمه، فكما تعلمون اخبار خرجت على ان والده ووكيل اعماله رايولا ينتقلون او يتنقلون بين الانديه لرفع سعره وطلب اكبر سعر ممكن. نتوقف عند هذا الحد، اعتذر عن الاطاله، فالكلام عن لقاءات بهذا الحجم لا بد ان ياخذ وقتا ولو أردنا أن نلخص. نتمنى لكم متابعة شيقة وسهرة ممتعة، أما أنتم أحبتي أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الاشتراك معنا على القناة وتفعيل الجرس حتى يأتيكم جديد قناتنا، انتظروا تعليقاتكم في الأسفل وتوقعاتكم لنتائج لقائي الغد. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.